من الهجن تحلالي حرة واصلت شبيه الغزلاني شديت حرة من الهجن تحلالي حرة واصلت شبيه الغزلاني. هلا هون نص الغرفة سيدنا؟ لا بدك تقرب شوي. يعني هون؟ ايوه بالضبط، يعني هون تقريبا نص الغرفة. حلو كتير. شو رأيك نتقاسم الغرفة سيدنا؟ نص إلي ونص إلها. أمنت بالله. وشو جي عبالك دخلك؟ والله هيك من الملل. وانت اي نص يلي بدك اياه؟ ما بتفرق، خد انت النص الجواني وانا باخذ البراني. اه ماشي، بس هدول الاغراض بيكونوا الي. وليش بقى؟ حبيبي هدول الاغراض بالمكان لازم تقسموا النص بالنص. ها انت سالتني واني راح اجاوبك. النص تبعك له باب لبرا، يعني منفذ الى العالم الخارجي. النص تبعي ملوش منفذ للعالم الخارجي. ايوه يعني عندي موقع جيو سياسي. والله طلعت بتفهم. ها والله مو هيك، بس على قد ما سمعتها بنشرة الاخبار حفظتها. بتعرف شغلي حتى اني مش فهمانه. يعني انه انت لازم تكون فهمان بكل شيء. الحمد لله اللي لقطنا شغله انت ما بتفهمه وانا بفهمها. هات لنشوف. اتحفنا. يعني أنا عندي موقع جغرافي ذو وضع سياسي، وأنت عندك أغراض يعني سلع، وأنت ما بإمكانك تمرق هدول الأغراض إلا لتمرق بموقع الجغرافي. يعني حاكمك ظالمك سيدنا. طيب أنا عندي حل أحسن من هيك، شو رأيك؟ تفضل أتحفنا أنت سيدنا. بلا الحدود اللي بيني وبينك بالغرفة، منعيش مع بعضنا ونتقاسم كل شيء، يعني شراكي، شو رأيك؟ عادي شغلة. وحزير بهالعملية شو منوفر؟ شو سيدنا؟ الحرب، لأنه بعد شوي أنا راح يضيق عيني على موقعك الاستراتيجي، وإنت راح يضيق عينك على أغراضي، ومنفوت بخناقات وحروب ما حدا بيخسر فيها غير أنا وإنت. لك أنا اكتشفت اكتشاف كتير مهم. وشو هو؟ هي سجلها عندك بتفيدك بحياتك، إن الناس بتتحارب مشان هيك قصص. ولك أمنت بالله. لكان من شان شو بتصير؟ لكان حبيبي أنا ارتقيت شغلي، إنه نحن ما نقسم هي الغرفة، نخليها مع بعض شركاء أظراف لزليز كرابيش. شلوني معك؟ هت شايف؟ ولك يا ريت كل العالم مثلنا. كنا ما وصلنا لهون، وكنا ما سمعنا الأصوات اللي عم تقطع القلب فوق. معك حق. شوف هيك ما أحلانا. يا ديرتي يا ديرتي وداعا يا حبيبتي، لولا الشاقة يا زنباقة مبطول عنك غيبتي. يا ديرتي يا ديرتي وداعا يا حبيبتي، كل الشاقة يا زنباق مبطول عنك غيبتي.